اللاعبين لقاء حماسي اون دوميني سيخسي. كنهني اللاعبين وكنهني الطاقم التقني على هذا النتيجه. كل اللاعبين داروا مجهود كبير، مجهود نفسي، مجهود بدني، مجهود رياضي، جد مرتاح بطبيعه الحال على المردود. كان يمكننا نربحوا، زقلنا فرصه في الدقائق الاخيره، كان يمكننا نقتلوا اللقاء، ورغم ذلك انا جد مرتاح وكنهني اللاعبين على المردود ديالهم. كنتمنى ان شاء الله مستقبلا يكون المزيد من العطاء على المستوى الرياضي وعلى مستوى النتائج بحول الله. ما ننساوش بان اليوم الفريق الغريم هو اللي مدخل، احنا لاعبين اليوم خارج رسميا خارج الملعب ديالنا، نقطه ايجابيه. المهم ان ما خسرناش، وان شاء الله في مستقبل اللقاءات ان شاء الله نزيدوا في العمل باش يكونوا انتصارات. كاجل العمل على الميركاتو المقبل ان شاء الله وتحديد النقائص كما وعدنا المنخرطين في الحمله الانتخابيه، وان شاء الله بحول احنا نشوف المصادر ديالنا الى ابعد مدى. رسميا غير مخول للحديث عن اللاعبين، كاين مدير رياضي، كاين مدرب، غادي يديروا اللائحه ديالهم في واحد الاطار عقلاني وفي واحد الاطار علمي، وداك لي بروفيل اللي غايقولوا لنا حنا نمشيو نشتغلوا عليهم.